أحبائي، منال العالم معاكم. اليوم حنقدم وصفة كتير لطيفة لعشاق السمك. هاي الوصفة كتير بسيطة، بنحتاج مكونات هيك بسيطة كمان لعملها. تشكيلة من البهارات، عنا البصل، الزنجبيل، التومة، وأهم ملاحظة عايزة أتكلم عنها، الليمون المقطع لشرائح. ونبتدي خطوتنا الأولى. في طبق أنا حجمع كل تشكيلة البهارات اللي موجودة عندي، ودائما بنقول البهارات حسب رغبتكم. حطيت هون كمية وفيرة، شوي زيادة من الكمون بيعطيني ريحة كتير طيبة، الكزبرة الناعمة، القرفة، في ناس ما بيحبوا القرفة بس حاولوا تضيفوها حتعجبكم، الهيل برضو. هاي الوصفة شوي مختلفة. الشطة المجروشة ما بتحرق بس بتعطيني نكهة كمان طيبة. نحاول برضو ندخل بعض الأشياء المختلفة كمان. عندي هون بهارات سمك. البهارات السمك إلها شوي نكهة مختلفة عن أني أركب خلطتي الخاصة. إذا موجودة عندكم بتعزز للطعم، إذا مش موجودة تشكيلة البهارات اللي حطيتها يبقى عندي كفاية. الكركم مهم جداً للصحة بصفة عامة ولهذه الوصفة كمان. وعندي البابريكا. البابريكا هي عبارة عن فلفل بس ما بيحرق، فلفل أحمر لطيف. وحنحط الملح والفلفل الأسود. تشكيلة البهارات أعزائي حقلبها مع بعض، وحاخد حوالي نص الكمية هيك، حخليها في طبق، حخليها على جنب. ولبقية البهارات أنا حضيف المكونات الثانية اللي حستعملها، كمية وفيرة من شرائح الثوم. كل ما كترته كل ما كان بيعطيني طعم أطيب. وكمية وفيرة كمان من البصل المقطع إلى شرائح أو جوانح حسب ما بتحبوا. وكمية وفيرة من الزنجبيل، أنا قطعته إلى عيدان رفيعة. في ناس بحبوا طعم الزنجبيل، إذا بتنزعجوا منه افرموه ناعم بس بناخد الطعم أو النكهة تاعته. وهون عندي الإضافة الرائعة جدا اللي هو الليمون، أنا مجرد قطعته إلى أرباع وفرمته إلى شرائح مع القشرة. خلوا بالكم أنا ما شلت القشرة لأنه هذا السر اللي بيعطيني نكهة كتير طيبة للسمك. حضيف برضو عصير ليمون، وحضيف حوالي معلقتين ثلاثة من زيت الذرة إذا حبيتوا أو زيت الزيتون. هالمكونات كليتها حخلطها مع بعض لتتشبع بالبهار، وحنستعملها بشكلين. خليني أقول ملاحظة كمان هون أعزائي، إذا حبيتوا تضيفوا قرن فلفل شطة برضو حيبقى طعمه كتير لطيف لهذه التتبيلة. هاي التتبيلة حخليها على جنب. والسمكة عندي الجميلة الرائعة حبتدي، بتتذكروا قلنا إحنا شلنا شوية بهارات، هدول البهارات حستعملهم على السمك. بدعك فيهم السمك كويس. من الداخل والخارج بهذا الطريقة. هلأ هون بالنسبة لنوع السمك اللي احنا عم نستعمله، أي نوع أنتم بدكم إياه، ممكن سمكة هامور كبيرة، سمك صغير، يعني في أنا حامل واحدة بس أنتم ممكن طبعا المقدار تضعفوه وتعملوا عدة سمكات. إذا عندكم مجال أنكم تتبلوا السمكة وتخلوها في البراد قبل بليلة برضو بيبقى لطيف، بس بهارات ما نحط الحشوة. هلأ بالنسبة للحشوة زي ما قلنا حنستعملها مرتين، حستعملها في داخل السمكة، ممكن من تجويف الأعلى أبتدي أحشي السمكة بهالطريقة. أنا بهمني هون أني أستفيد من البصل والليمون والثوم ليتشرب في داخل السمكة. عايزة أقول ملاحظة، ليش أنا ما قطعت السمكة من هون؟ أنا ما بدي إياها تبقى مفتوحة قوي وأنا بشويها. هلأ حتشوفوا الطريقة، إذا بدكم تفتحوها ممكن بس لتسهل عليكم الحشوة، بس أنتم مش هتحتاجوا. لاحظوا أنا بحط الحشوة عند الراس بهاي الطريقة، بضغطها وأوتوماتيك الحشوة عم بتفوت في قلب السمكة من هون، يعني عم تطلع معاكم من هون، عشان بس أوضح لكم أنه هون البطن هذا فاضي. خدتوا بالكم أنا قصدي إيش؟ أنا عم بحشي هون ولكن كله عم يدخل في داخل السمكة. طيب خلصنا هذه المرحلة أعزائي. بحتاج هلأ أعمل خطوة كتير لطيفة عشان
أشوي السمك هاي بطريقة لطيفة. حنشوف خطوتنا التالية. حشيل السمكة على جنب. ممكن أجيب المات اللي دائما بستعملها للمعجنات، عايزين تستعملوا ورق زبدة حسب ما بدكم، أي شيء عندكم، أو صينية ممكن تحطوها في صينية. حرش شوية طحين وحط السمكة، وبرضو أرش عليها كمان شوية طحين، بدي أغطيها بطبقة من الطحين بهذه الطريقة. يبقى غطيناها بالطحين، وخلينا نشوف أعزائي خطوتنا التالية. أعزائي هحتاج صينية عريضة تبقى بهذا الشكل على حسب حجم السمكة. هضيف شوية زيت، وحاخد السمكة ومباشرة أحطها في الزيت. حنتظر لبضع دقائق لغاية ما يصير عندي لون ذهبي. وخلوا بالكم هذه الخطوة بتعطيني تحميصة هيك حلوة للسمكة، وبتعطيني كمان الطحين هذا اللي حيكون موجود عندي هون حيعطيني قوام صوص كتير لطيف. ممكن استعمل ايدي اذا بقدر اعمل كنترول بايدي، او اذا حبيته باي معلقتين بقلبها على الناحية الثانية. لاحظوا على طول اخذت لون. قطرات بسيطة هيك من الزيت، بدي اياها هيك تتحمص وتاخذ. شايفين الطحين كيف اخذ هذا اللون؟ حقلبها بردك على الناحية الثانية برضو بنفس الطريقة. هيك انا اعطيت السمكة تحميصة حلوة بدل ما تكون مسلوقة على البخار. نقلبها بهذا الشكل عشان اخذ كل اللون البني هذا اللطيف. شوفوا اللون كيف بدا يظهر عندي. الطحين تحمص والريحه كمان الشهيه جدا. يا سلام يا سلام. نستمر بتقليبها على عده جوانب بهذا الشكل. هلا خطوتي كثير لطيفه، حوزع عليها كل البقايا التتبيله اللي انا جهزتها. شوفوا ما اجمل الشكل قدامي. هحط عليها هالتتبيله هذه كلها، حسقيها بكميه بسيطه جدا من المي، كميه بسيطه كثير. يا سلام يا سلام. شوفوا بقى انا ما بدي احط مي كتير عشان السمك نفسه ما بيحتاج مي كتير. البصل حيطلع لي ميته، البهارات هيك حتختلط مع المي تعطيني صوص كتير لطيف. حخليها على نار عالية شوي، اغطيها واسيبها حوالي 15 ل 20 دقيقة. بعد مرور الوقت برجع بشيك عليها، محتاجة اشي نشفت المي بسقيها بشوية مي لغاية ما تستوي عندي السمكة اللذيذة جدا. ونشوف طريقة التقديم. أعزائي بعد مرور حوالي 20 دقيقة السمكة عندي هيك، بنلاحظ كيف تقل عندي الصوص. بسقيها برضو بالصوص هذا شوي، ودبل عندي التتبيلة، دبل البصل، وشوفوا الليمون كمان اختفى الليمون بس ضل قشره، وهذا اللي حيعطيها النكهة الرائعة جدا. هذا الصوص البني اللطيف. يا سلام يا سلام على هيك وصفة. هلأ هي جاهزة للتقديم، ممكن نقدمها مع رز مع خبز على حسب رغبتكم. خلينا نشوف طريقة تقديم هالسمكة اللذيذة جدا. حنقل السمك لطبق التقديم. بعد شرائح الليمون والوصفة أصبحت جاهزة.